السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ أولى بكالوريا، تحييكم من هذه القناة، قناة جو كومونيكتيفي للفهم والاستيعاب لأغلبية جميع المواد خاصة مادة اللغة الفرنسية للأولى بكالوريا. إذا تنقدم لكم هذا النموذج الجديد من امتحان ديال الجيوي الخاص باللغة الفرنسية ديال فاس مكناس 2014. إذا تركز لكم دائما على لابواتا ميرفي، لأن أغلبية أكاديمية الجيوي ديال المملكة غادي تطرق لهاد لابواتا ميرفي لحسب هاد الظرفية الخاصة اللي تتمر بها المغرب. إذن على بركة الله نبدأ. أولا سوف نتطرق إلى ما يسمى بكونتكستواليزاسيون دو تكس في ليتود دو تكس. ليتود دو تكس تقريبا عليه 10 نقاط، ولا برودكسيون كريت هو عليه 10 نقاط. البرودكسيون كريت دي بوان، ليتود دو تكس دي بوان، معناها 20 نقطة. ولكن كيفاش نحصل على هاد 20 نقطة؟ الهدف ديالي هو أنني كيفاش نحصل على هاد 20 نقطة في الامتحان الجيوي. إذا هو المقصود من خلال هاد الفيديوهات اللي نقترح لكم مرة قناه ديالكم في قناه جوكوب نيكسيفي للفهم والاستيعاب. تبعوا معايا الى اخركم. اولا نشرح لكم الاسئله، النوعيه ديال الاسئله اللي غتلح لكم في الامتحان الجيوي. هذا امتحان جيوي ديال 2014، حنا في 2020 وانطلقوا لواحد الامتحان جيوي في 2014. نشوفوا الامتحانات القدام وكذلك الامتحانات اللي دازوا جداد ديال 2018 الى اخره، باش نشوفوا باش نقارنوا المستوى ديال الامتحان كيفاش غيكون. مهم في 2014 في جهه فاس مكناس طرقوا لهاد النوعيه ديال الاسئله. على العموم سي لا ميم شوز، على العموم في نفس من نفس السياق سي لا ميم شوز في 2020. اذا اول شيء غادي تطرقوا ليه هو كونتكستواليزاسيون دو تكست، معناها عندكم واحد جوج اسئله ديال الفهم العام ديال الروايه. الفهم العام ديال الروايه كيف جات الاسئله؟ تطرح اما تيعطيكم على شكل جدول، اما تيعطيكم على سؤال مباشر. انديكي لو نو دو لوتور دو لوفر دون تيل اكستري سو تكست. اش قالوا لكم في هذا السؤال؟ قال لكم غير تقروا لي اسم ديال الكاتب، اسم ديال الكاتب ديال لابواطا مي واحد. ما نظنش بان حتى واحد معرف. انديكي لو نون دو لوتور دو دونت اون اكستري سو تيكس. انديكي لو نون دو ناراتور. كاين الفرق ما بين لوتور وناراتور. لوتور هو الكاتب والناراتور هو اللي تيحكي القصه، هو البطل من ابطال ديال القصه مثلا. اذا الناراتور ماشي بالضروره يكون لوتور، لوتور يقدر يكون الناراتور. ولكن في لاباطا ميرفي شنو هو الاسم ديال الكاتب وشنو الاسم ديال الراوي؟ سات اوفر ايتيل ان رومون ا تيز. هنا تيخيروكم ما بين لو جونغ دو لوفر. سات اوفر ايتيل ان رومون ا تيز ان رومون توبيغيف اوتوبيوغرافيك او بيان ان رومون دافونتور. دابا تخيلوا معايا اللي عطاكم هاد التيب دو كيسيون شنو هو الجواب ديالكم؟ اذا شنو هو لو جونغ دو لوفر دو احمد صفريوي؟ لو جونغ دو لوفر دو شي يقولوا لي ديال لابواطا ميرفي. سيت اوفر ايتيل ان رومون اتايز ان رومون بيوغرافيك ولا ان رومون دافونتور؟ اختاروا الجواب المناسب. غولفي دون لو تيكست ان انديس. تابعوا معايا التيب دو كيسيون. غولفي دون لو تيكست ان انديس مونترون كو سي اون اوفر دو ليتيراتور ماغريبين ديكسبريسيون فرونسيز. اش بغا يقول لكم من خلال هذا السؤال؟ انكم خاصكم تستخرجوا من النص دليل او فوالا دليل من الروايه تبين بان هذيك الروايه مغربيه، اصل ديالها مغربي. ديكسبريسيون دو ليتيراتور ماغريبين ديكسبريسيون فرونسيز. اذا هذاك لا بواطا ميرفي تتمتاز بهاد الميزه دي. لو كونتكست ليتيرير ديالها هو هذا ليتيراتور لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبريسيون فرونسيز. هي مكتوبه باللغه الفرنسيه، سي اون اكسبريسيون فرونسيز، ولكن السياق العام مغربي. عطوني شي دليل من النص تدل بان هذيك الروايه مغربيه. فهمتوا؟ اذا ثانيا نشوفوا هنا. اون بارلون دي جون بيان، اون بارلون دي جون بيان بيان اونتر غيومي، لالا زبيدة بونسي تيل ا فاطمة بزوية رحمة وكنزة لابويون. اذا من خلال الروايه ومن خلال المقطع ديال الروايه قال لك اون بارلون دي جون بيان. اذا لالا زبيده تكلمات مع الزوج ديالها بهذا الاسلوب. اذا يكون هناك من الناس مزيانين، دي جون بيان معناها الناس مزيانين، دي جون بيان اونتر غيومي.
واش تقصد لالا زبيدة؟ واش تقصد لالا زبيدة؟ فاطمة بزويا، رحمة، ولا كنزة، لا فويونت؟ إذا بخير قراءتنا ديال النص سوف نكشف عن ذلك. إذا هادو هما جوج الأسئلة ديال لا بوطا ميرفي، هادو هما جوج الأسئلة ديال كونتكستواليزاسيون دو تكست. السؤال الأول: انديكي لو نون دو لوتور دو لوفر دونت اون اكستراي سو تكست. انديكي لو نون دو ناراتور. Cette œuvre est-elle un roman à thèse, un roman autobiographique ou bien un roman d'aventure? Relevez dans le texte un indice montrant que c'est une œuvre de littérature maghrébine d'expression française. En parlant des gens bien, Lalla Zubida pensait-il à Fatma Bzouya, Rahma et Hakanza à la voyant? Il est dommage, juste là, les deux points fait la contextualisation du texte. N'entraquez il a. أسئلة أخرى الفهم والشرح ديالها، ومن بعد نطرق الأجوبة لا كوريكسيون. ننتقل الآن إلى أناليز دو تكست، تحليل النص. عليه تقريبا 6 نقاط، وشيء ضروري أنكم خاصكم تفهموا الأسئلة ديال تحليل النص. إذن أناليز دو تكست، تقريبا هناك من سؤال ثالث حتى السؤال الثامن، 3 4 5 6 7 8. أغلبية ديال هاد الأسئلة هادو تيكونوا حول التكس، وكذلك حول لي كو دو لونغ، حول الدروس ديال اللغة. إذن كل التكس اللي كاين في الجياوي تطرقوا الأسئلة ديال الفهم ديالو، وكذلك الأساليب ديال اللغة أو دروس اللغة اللي متعلقين به. إذن أناليز دو تكس مثلا في هاد ليكستريم، le gros copie pour compléter le tableau suivant. Ou les arguments employés par la mère pour montrer les défauts des bougies. Donc, le bon comme elle a comme tu veux nous le juge l'estamine c'est l'homme mais je te dis le lieu pour dire chemin des bougies. Donc, il est l'extrait de la boîte à merveille, passage qui le montre dans le premier paragraphe, quelques les arguments et les passages. Les arguments معنى الحجج، ولي باساج معنى هذوك الجمل او العبارات اللي موجودين في النص. بالنسبه للسؤال الثالث، ديت سي لافيرماسيون سويفونت اي فري او فونس. مثلا: après avoir écouté sa femme, le père semblait intéressé par sa proposition. Justifiez votre réponse par une phrase relevée dans le deuxième paragraphe. هما تيوريكم دابا سوا البروميير غراف دوزيام غراف باراغراف باش ضبطوا معكم الاجوبه. اذا ديت سي لافيرماسيون سويفونت ابري افوار ايكوتي سا فام. اذا تقراو النص مزيان، شوفوا واش فعلا الاب وافق على هذيك لا بروبوزيسيون، وافق على الاقتراح ديال الام ام لا. ديت سي لافيرماسيون سويفونت اي فري او فوس ابري افوار ايكوتي سا فام لو بير سامبلي انتريسي بار سا بروبوزيسيون. واش فعلا وافق الزوج على الاقتراح ديال الزوجه بخصوص لا لامب ا بيترول، لاشا دو لا لامب ا بيترول. إذن سؤال خامس: le narrateur porte-t-il un jugement valorisant ou dévalorisant sur la façon dont sa mère a abordé le sujet de l'achat de la lampe? Justifiez votre réponse en relevant une phrase qui le montre. إذن سؤال خامس شنو هو المعنى ديالو؟ أن الراوي اللي تحكي القصة واش فعلا عطى واحد الحكم إيجابي أو سلبي من خلال هذاك لا فاصون، من خلال الطريقه للام اللي طرقت الموضوع ديال الشراء ديال لا لامب ا بيترول. واش فعلا الراوي تأيد الطريقه اللي دارتها الام لكي تحصل على موافقه ديال الزوج بخصوص او بموضوع ديال الشراء ديال لا لامب ا بيترول؟ واش عطاها شي حكم ايجابي ولا حكم سلبي؟ كالك جوست فوت ريبونس اون غولفون اون فراز كي لو مونتر. هذا السؤال متعلق بالفهم ديال ليكستخي، ماشي الفهم ديال الروايه بصفه عامه، فهم ديال ليكستخي ديال التكست اللي عندكم في الجيو. هذا السؤال الثالث والرابع والخامس كما تشوفوا، كذلك السادس دائما تيتعطاو الاسئله ديال الفهم ديال ليكستخي. خاصكم تعودوا على الفهم ديال السؤال باش تقدروا تجاوبوا عليه. جستيفيكاسيون معنية التعليل، واش فعلا الراوي اللي تحكي القصة ديال هاد
La Boîte à Merveilles. أم ديالو واش موافق مع الأم ديالو أو غير موافق على لا مانيير، على الطريقة ديال التطرق ديالها لشراء لكي تشتري هذاك لا لامب ا بيترول، ولكي مازال تقول الزوج ديالها بأنها تشري لها لا لامب ا بيترول. شنو هو الاقتراح؟ واش فعلا عطاها حكم إيجابي ولا حكم سلبي؟ واش فعلا موافق معها ولا غير موافق مع الطريقة ديال الأم كيفاش طرقات لهذيك المسألة ديال لاشا دو لا لامب ا بيترول. Le narrateur porte-t-il un jugement valorisant ou dévalorisant? Valorisant, madame, chez quel Ijebi, dévalorisant, chez quel Sylvie. Sur la façon dont sa mère a abordé le sujet de l'achat de la lampe. Quelle justifie votre réponse en relevant une phrase qui le montre? Justification. Alors, quels sont les deux sentiments? Quels sont les deux sentiments que le narrateur a éprouvé en découvrant la lampe accrochée au mur de la chambre? Je n'ai pas l'assise. فالشاف فعلا هذاك الراوي فالشاف فعلا لا لامب ا بيترول اكروشي او ميغ دو لا شامب. شنو هو رد الفعل ديالو؟ غولفو بور غونومي هذا السؤال السابع هو متعلق بالكور دو لونغ. غولفو بو نومي لا فيغور دو ستيل ديكريفون لو سونتيمون بروفي بار لا مير ا لا فان دو تيكست. يعني كاين واحد لا فيغور دو ستيل في لا فان دو تيكست خاصكم تستخرجوه. غولفو بو نومي نستخرجوا الفيغور دو ستيل او تسميه واش هو لا كومباريزون واش ليبربول واش لانتيتيز. الويتيام كيستيون دائما في اطار ديال اتيود دو لونغ. لا توناليتي كي دومين دون لو ديرني باراغراف ايتيل تراجيك او بوليميك او ليريك. لا توناليتي معنى المستوى ديال او الايقاع ديال النص، واش هو تراجيك مأساوي بوليميك معنى فيه جدال او لا ليريك. نختاروا بالضبط لا توناليتي اللي مناسبه. قبل ما تطرقوا على قبل ما تجاوبوا على السؤال خاصكم تعرفوا شنو هما الانواع ديال التوناليتي. راه اقترحت عليكم واحد الفيديو في يوتيوب وكاين فيديوهات اخرين كيفاش تفهموا المعنى ديال لا توناليتي وشنو هو المعنى ديال اللي فيغو سي، شنو هما اللي فيغو سي اللي مطرق عليه. اذا هادو هما ثمانيه هادو هما بالضبط الاسئله ديال ليتود دو تيكست خاصكم تجيبوا عليهم باش تحصلوا على 6 نقاط. خاصك تجاوبوا عليهم بشكل ايجابي باش تحصلوا على 6 نقاط ماكسيموم. اذا كإعادة الاسئله ديال ليتود دو تيكس ديال مهمين جدا اللي عليهم 6 نقاط خاصكم تعتمدوا عليهم بشكل كبير، ركز عليهم بشكل كبير هنا بالفهم ديال. اذا هنا السؤال الثالث قال لك غوكوبي بو كومبليت لو طابلو سويفون. اذا خاص تقرا مزيان هذاك ليكستري دو تيكس وتستخرج الحجج اللي قدمتها الزوجه لا مير اي لا مير دو ناراتور الاب بخصوص العيوب اللي موجودين في لي بوجي. تقريبا كاينين دو اي aussi les passages qui le montre dans le premier paragraphe. تبينوا لي لي باساج لي باساج ما الجمل ولا العبارات اللي تتبين هذوك لي زارغيم. دن ديت سي لافيرماسيون سويفونت اي فري او فوس. واش هاد الجملة هادي واش صحيحة أم خاطئة؟ Après avoir écouté sa femme, le père semblait intéressé par sa proposition. واش الزوج موافق على شراء ديال لا لامب ا بيترول ولا لا؟ هاد الاقتراح ديال أم. Après avoir écouté sa femme, le père semblait intéressé par sa proposition. شنو هي البروبوزيسيون وشنو الاقتراح؟ هو شراء ديال لا لامب ا بيترول بحال جارات أخرين. ننتقلوا دابا للسؤال الخامس كمراجعة. قال لك لو ناراتور بورتيل ان جيجمون فالوريزون. واش الراوي فعلا شاف هذيك الطريقة ديال الحكي ديال الأم ديالو مع الأب ديالو، واش تأيدها واش موافق معها واش عطاها حكم إيجابي ولا حكم سلبي؟ لو ناراتور بورتيل ان جيجمون فالوريزون ولا ديفالوريزون سور لا فاسون دون سا مير ا ابوردي لو سوجي دو لاشا دو لا لامب ا بيترول. Justifie votre réponse en relevant une phrase qui le montre. Bien. Je vois le sujet avec une mauvaise oui ou non. Puis justification. Ça veut dire un extrait du texte. Une proposition d'extrait du texte.
Quels sont les deux sentiments que le narrateur a éprouvés en découvrant la lampe accrochée au mur de la chambre? Il dit non. تقول لكم مثلا شنو هما جوج الاحاسيس، شنو هو رد الفعل ديال، كاين هناك جوج الاحاسيس ديال الناراتور فيما يتعلق بلا ديكوفير دو لا لامب ا بيترول. شنو هما بالضبط؟ كيل سون لي دو سنتيمون، ماشي ثلاثة ولا أربعة، غير دو. كاين هناك جوج ديال الاحاسيس، كيل سون لي دو سنتيمون كو لو ناراتور اي بروفي اون ديكوفرون لا لامب اكروشي او ميور دو لا شامبر. دم جيل Jean CB relevait puis nommait la figure de style décrivant le sentiment éprouvé par la mère à la fin du texte. La figure de style à la fin du texte est renommée. Relevait puis nommait la figure de style décrivant le sentiment éprouvé par la mère à la fin du texte. Et 8. La tonalité qui domine dans le dernier paragraphe est-elle tragique, polémique ou lyrique? إذن السؤال الثامن متعلق بلا طوناليتي، واش هي فعلا تراجيك بوليميك ولا ليريك؟ نختار بالضبط من بين الثلاث الجواب الصح. إذن شرحت لكم دابا ليتود دو تكست، تحليل ديال النص اللي عليه 6 نقط، هو اللي مهم جدا كاع تقريبا في جميع في الامتحان الجهوي بصفه عامه، هو ليتود دو تكست، هو اللي صعيب شيء ما، خاصكم تحصلوا عليه على 6 نقط. في الاسئله ديال الفهم ديال ليكستري دو تكست، وكاين اسئله كذلك ديال اللغه. هنا مثلا اعطاكم الفيغور دو ستيل والتوناليتي، اذا خاصكم تردوا بالكم، جزاكم الله خيرا. سوف نطرق للتصحيح في فيديو خاص.